الترجي الرياضي مع الباركور اللي صار السنه، مع نقولوا نحن الفشل اللي صار السنه في من ناحيه جوده اللاعبين. يعني توا الترجي الرياضي حسب المعطيات انا حاطه الباكو باش تجيب لك 6 او 7 ريكروتمون تروا كاليبر، ما عندناش احنا الكاليبر لهنا باش تاخذوا ليسبيرونس. تروا كاليبر، التروا كاليبر هذوما اول حاجه قلت لك لي ريكروتمون باش تعملهم الترجي من طراز رفيع، احنا نقولوا فيهم ثلاثه من طراز رفيع والباقي مكملات للترجي. نقول اللي الترجي اللي هي تحب الحاضر واللي هي تو فيزيا الشامبيونز ليج اللي فشلت فيها السنه واللي خرج نقولوا احنا زيرو تيتر، اش تخش تولي تعمل؟ يولي تو مش يتخلى على هذوم على لي جون هذوم لانه ما عادش عندهم مش يلقاو بلايص. يعني هذا يلزم يلقاو لهم حل حاليا. اعاره، شنو المشكل كي تعطيه الاعاره؟ انت مثلا انت جويني وقت اللي كان في الاسبيرونس ما نجحش مشى للستاد تونيزيا نجح هكا ولا، وتو الاسبيرونس تحب ترجعه في وقت من الاوقات يعني كانت تحب ترجعه يعني في حاجتها به. يعني انت كي تجي تشوف تويك يلزم اول حاجه ما تصيرش الاغلاط هذه لانك حطمت مجوهرات هذه كما حطمت الدبشي تويك حاليا. تو عنده هو مثلا عنده اوفر من الكويت لكن كان من يقبلش، راهو غلطه كبيره ياسر كان ما يقبلش هو لانه فما بتي ديتاي في اللي كونترا يمكن هو موافقش عليهم، لكن راهي غلطه كبيره 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 لكن ما يخرجش جويني. انا ريت جويني شفته يعني في اخر بارتيات خاصه في بارتي سيدي بوزيت انا ما عجبنيش جويني ولو انه مركز زبونتو. شفت التحركات نتاعو كان رزين كان زايد بوا فهمت. يعني انت راهو العام الجاي مش تلقى ليسبيرونس هي ليسبيرونس اللي لعبت ضد، مش تلقى ليتوال اللي لعب ضد، مش تلقى الكلوب اللي لعب ضد، راهو فما انتدابات اخرى وفما كاليبر اخر جاي تاع ديفونسوريات تاع ديزاتاكون تاع ميليو. والله نسيت باش نكذب، نسيت قيمه العرض كنت كان عندي الوحده ما يعني عنده شهر دو الحكايه نورمالمون مليار اللي هو يمكن هو ما رضاش بهم.